يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، كل التحيه لكل الاهلاويه. بدايه حلقه جديده من السادسه، اهلا وسهلا بيكم. فوز غالي جدا جدا في توقيت مهم جدا جدا على بيراميدز. تقدر تقول كده انه الاهلي از باك اون تراك. يعني الحقيقه انا يمكن الاكثر من عارف طبعا الفوز على بيراميدز في حد ذاته بالنسبه للاهلاويه ليه طعم مختلف. يعني انك انت تتعلم على بيراميدز في ماتش زي ده، في توقيت زي ده، بسكور زي ده، للاهلاويه حاجه ليها طعم تاني غير اي مكسب. يتزامن ده طبعا مع خساره الزمالك قدام اسوان، اللي لازم نقول شابوه اسوان. فرقه كوره محترمه، مدير فني محترم، لعيبه حقيقه لعيبه تحسب الحقيقه تحسب لهيثم عرابي التجربه. كان ليه بصمه كبيره جدا فيها ان هم يكسبوا الزمالك ويقدموا العرض ده، مكسب 2-1 على فكره. ده مكسب يعني ما يعبرش ابدا على سير اللقاء او سير المباراه، لكن في النهايه كل الامور بترجع لطبيعتها والاهلي بيرجع يتصدر جدول الترتيب. ليه بقول التوقيت مهم جدا؟ وخدوا بالكم انه انا ناس كتير جدا كلمتني بعد اخر حلقه لما اتكلمت فيها على فقدان 6 نقاط والاهلي تعادل مع فاركو ومع سيراميكا ومع فيوتشر، واحنا كلامنا احنا كناش راضيين. انا قلت له حقك تغضب وحقك تزعل وحقك تعمل اللي انت عايزه، لكن في النهايه ما ينفعش تستجيب لفكره او لموجه التكسير في الفريق، مش وقته خالص، ما ينفعش. في حسابات في ردود افعال ممكن تبقى بتستجيب فيها للعاطفه، في اوقات كتير جدا لا، لازم تحط العاطفه على جنب والعقل يبقى هو الفيصل وهو صاحب القرار. في ناس بعتت لي واصحابي وزمايلي في السادسه هنا فريق الاعداد بعتوا لي سكرين شوتس من رسائل الناس بعتها للبرنامج وبعتها لي انا شخصيا، بتقول لي من فضلك تقول لنا نشجع ازاي. انا مش بقول لك تشجع ازاي، بس انا بقول لك دور الجمهور يبان قوي في التوقيت ده. وجمهور الاهلي في ماتش بيراميدز عظمه على عظمه، عظمة على عظمة. الناس دي لو استجابت ولا كسرت ولا هدت في الفرقة هنستفاد ايه في التوقيت ده؟ اللعيبة دي لو معنوياتها كانت في الأرض أو كانت محبطة كنت مستني ايه وهي رايحة تلعب بيراميدز، وعندك بعد كده إمبي، وعندك بعد كده مصري، وعندك بعد كده سموحة، وبعد كده زمالك، وبعد كده تخش في الأهم والصعب. فالأفضل لينا كلنا إن احنا نحاول نعدي من المطبات دي لغاية لما نقدر نقوم ونقف على رجلنا، وبإذن الله هنقف. وأنا يعني لو تسألني رأيي في الماتش أو هل الأهلي كده 10/10، أنا أقول لك لأ، بمنتهى الصراحة مش ده الأهلي اللي أنا بتمناه، لكن دي خطوة مهمة جدا. أولاً أي نتيجة غير كده لا قدر الله كانت في بقى مشاكل كبيرة جدا تصدرت للجهاز الفني وللعيبة وللإدارة في توقيت أنت في غنى يعني كامل عن محتاج تبعد عن اي مشكله. انت بتحضر لبطولات مهمه وبطولات صعبه وبطولات كبيره جدا وبتحاول ترجع الفريق. على كل الاحوال انا عندي كلام كتير قبل ماتش امبي اتكلم فيه، وهنروح طبعا بالتاكيد طبعا لفكره الميركاتو والصفقات. حلقه النهارده فيها موضوعات كتير جدا، وبالتاكيد طبعا هنعدي على النصر وعلى رونالدو، ما ينفعش نسيب الموضوع يفوت كده. بس خلينا قبل ما نبدا الحلقه نروح لفاصل ونرجع ندخل في التفاصيل. زي ما قلت قبل الفاصل، مكسب بيراميدز تبني عليه، تبني عليه في اللي جاي، واللي جاي الحقيقه ماتشات مطلوب فيها او عندك مجموعه من الاهداف بالاضافه طبعا للهدف الاساسي انك انت تكسب، تحافظ على سلسله المكسب وتحافظ على صداره البطوله وتحافظ على فرصتك. عندك ماتش في الكاس مع سموحه، بالتالي مكسب بيراميدز في التوقيت ده تبني عليه في اللي جاي، تجهز او ترجع المصابين اللي كانوا بعاد وجاهزين يبتدوا يدخلوا يستعيدوا مستواهم الفني. كسبت امبارح، انا بشوف ان مكاسب ماتش بيراميدز اول امبارح هاني وياسر ابراهيم، الحقيقه الاثنين لعبوا مباراه ولعبوا جيم كبير جدا. السولاي كان نجم لانه احرز هدفين ومنهم واحد عالمي طبعا اللي فتح سيناريو المباراه. تدخل الصفقات الجديده في فورمه مع الفريق تنسجم، كل ده قبل انت بتتكلم على 3 اسابيع تحديدا هي فتره الاستعداد لبطوله كاس العالم قبل ما تروح للمغرب. خلينا نروح وتمرينه الفريق شغاله استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله قدام امبي، مباراه مهمه جدا جدا جدا. كل ماتشات الاهلي مهمه جدا ومباراه صعبه، امبي من الفرق اللي قدام الاهلي دايما بتقدم ماتشات كبيره. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح في النادي الاهلي، تابع جزء من التمرينه ومن بدايه التمرينه اللي ما زالت مستمره لغايه دلوقتي. خلينا نروح لفاروق نعرف منه اخر التفاصيل والاستعدادات الاخيره قبل مواجهه امبي. يا فاروق مساء الخير وكل سنه وانت طيب. برحب بيك زميلي احمد، كل التحيه ليك وكل سنه وانت طيب، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبالتحديد متابعي برنامج السادسه. ويعني ان شاء الله يبقى عام سعيد على كل جماهير النادي الاهلي وعلى جمهوريه مصر العربيه باذن الله. ان شاء الله بدايته كانت سعيده على الاهلاويه، عودة الأمور إلى نصابها الصحيح زي ما بيقولوا، مكسب بيراميدز، عودة الصدارة،
استعادت جزء كبير من الثقة اللي يمكن فقدت عند جمهور نادي الأهلي بعد عروض اهتزت فيها الأداء والنتائج، لكن أعتقد ماتش بيراميدز رجع مرة تانية ثقة الجماهير في فرقتها وقدرتها على أنها إن شاء الله توصل كأس العالم في أعلى فورمة ممكنة. عشان كده بقول إنه ماتشات الأهلي بداية من ماتش أمبي بكرة كلها مهمة، نعرف تفاصيل التمارين أو الاستعدادات النهاردة منك، وأعرف برضو منك قائمة الغيابات اللي غابت أو الأسماء اللي غابت عن الأهلي في الفترة الأخيرة، إمتى ممكن تكون جاهزة ومين ممكن يكون في ليه فرص للظهور بكرة في مباراة أمبي يا فاروق؟ يعني خليني يعني احييك على كلامك المهم جدا زميلي احمد، الكلام اللي قلته بخصوص فوز فريق الاهلي على بيراميدز في المباراه الاخيره ان لازم نبني على الفوز ده، امر مهم جدا بالفعل، وده كان كلام مستر مارسيل كولر في جلسته مع اللاعبين، قال لازم نقفل الصفحه اللي فاتت لكن لازم نبني على فوزنا على فريق بيراميدز، خصم قوي جدا، فوز بثلاثه اهداف استعاده ثقه جمهور النادي الاهلي. احنا دورنا ان احنا نجتهد في الملعب، دورنا ان احنا نسعد كل جماهير النادي الاهلي، مهم جدا ان احنا نطلع من مباراه بيراميدز واحنا بنبني عليها للمرحله القادمه. ااكد ايضا زميلي احمد على كلامك، النقطه مهمه جدا ان مفيش مباراه سهله في الدوري، كل المباريات صعبه جدا، اي فريق امام النادي الاهلي بيحاول يبذل اقصى طاقه، بنشوف الفتره الاخيره فرق كلها بتحاول انها يعني تقتنص من النادي الاهلي نقطه، المنافسه صعبه جدا، ففريق انبي واحد من الفرق اللي بيجيد اللعب دايما امام النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر كلامه مع اللاعبين بيخلق دوافع للاعبين، حفز اللاعبين، مشوار صعب جدا عندنا في الدوري، مهمه اعاده الدوري مره ثانيه الى الجزيره والى احضان قلعه الجزيره للنادي الاهلي، ايضا عندك ملف ثاني الاستعداد لكاس العالم الانديه اللي حتى الان تقدر تقول ان الجهاز الفني اللاعبين قافلين هذا الملف تماما، الجميع بيركز في هذه المرحله مراحل مباراه الدوري، ان انا يعني كل مباراه مرحله لوحدها، حاول ان انا يعني افصل كل مباراه عن الاخرى، مباراه انبي ثم عندي مباراه المصري ثم مباراه السموحة ثم مباراة الزمالك، مجموعة من المباريات الصعبة جدا، كل مباراة بيبقى ليها شكل استعداد مختلف. النهاردة طبعا هو التدريب الختامي لفريق النادي الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة 12 لدوري رابطة الأندية المصرية المحترفة. عايز أأكد لك على حالة الحماس اللي عند اللاعبين، النهاردة التدريب مختلف، شكل اللعيبة، الفوز الأخير زميلي أحمد وأنت عارف إن إدى روح معنوية كبيرة جدا عند لاعبي النادي الأهلي، اللي انعكست على جمهور النادي الأهلي، الأمر منعكس على اللاعبين، السعادة اللي بيشوفها اللاعبين من المردود اللي شافوه من جماهير النادي الأهلي. وخليني أكد على أمر مهم جدا وده اللي دايما بنقوله لجمهور النادي الأهلي، اللعيبة بتتابع كل شيء، وجمهور النادي الأهلي قريب جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه كانت في قمه السعاده طبعا من حاله السعاده والفرح اللي عند جمهور النادي الاهلي واستعاده النادي الاهلي لصداره الدوري، الامر ده احنا لامسينه في التدريبات. النهارده اللعيبه كلها مركزه انها تكمل على نفس الاداء الجيد اللي شفناه في لقاء بيراميدز، اللعيبه كلها مركزه ان شاء الله ان مباراه بعد الثانيه ان شاء الله نحقق بطوله الدوري المصري الممتاز. عايز اطمنك ايضا على الاستعداد الفني لهذه المباراه، طبعا ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي كان تابع اداء فريق انبي في الفتره الاخيره، نقاط القوه والضعف فريق انبي، وده جزء من الجزء الخطط اللي بيشتغل عليه حاليا مستر مارسيل كولر، زي ما انت قلت زميلي احمد ان التدريب مستمر حتى الان في ملعب مختار تيتش النادي الاهلي بيؤدي هذه التدريبات. ايضا تطرقت الامر مهم جدا وهي عوده اللعيبه المصابين، او خليني ابداها من عوده الدكتور احمد ابو عبله للقاهره طبعا بصحبه اكرم توفيق ومصطفى شوبير اللي طمنا على نجاح عمليه اكرم توفيق ومصطفى شوبير. وبالمناسبه مصطفى شوبير النهارده زميلي احمد كان موجود في التدريبات، اللعيبه كلها التفت حول مصطفى شوبير، الجميع يعني بيتمنى له السلامه، عوده ان شاء الله مصطفى شوبير وايضا عوده اكرم توفيق ان شاء الله يعني يتمنى لهم السلامه ويعودوا قريبا الى تدريبات النادي الاهلي والى الفريق النادي الاهلي. عايز اطمنك ايضا زميلي احمد على طاهر محمد طاهر، يعني انت تطرقت برضو للعيبه المصابين. عايز اطمنك على طاهر ان شاء الله عقب مباراه انبي هينضم للتدريبات الجماعيه، خلاص ده اقرب اللاعبين اللي هيعود خلاص عقب مباراه انبي هيلتحق بالتدريبات الجماعيه. طمنا من الدكتور احمد ابو عبله. ايضا بيرسي تاو عقب مباراه المصري هينضم للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. عايز اكد لك على امر تاني ان تقدر تقول حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله هيكونوا خارج حسابات النادي الاهلي لمباراه انبي، الاثنين بيعانوا من عايز اعرف كمان منك واضطر طبعا الجهاز الطبي. طيب. كريم فؤاد وعبد المنعم زي ما انا باكد لك زميلي احمد ان محمد عبد المنعم هيكون خارج المباراه عنده اجهاد عضلي،
في زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله محمد عبد المنعم وحمدي فتحي الاثنين بيعانوا من اجهاد عضلي. أيوة. يعني ما شاركوش في التدريبات بعض الاداء الجوانب البدنيه مع التدريبات التاهيليه، وبالتالي هيكونوا خارج حسابات النادي الاهلي لمباراه النادي الاهلي امام انبي. طبعا الدكتور احمد ابو عبله والامور الخاصه به كريم فؤاد طبعا تم يعني في تصريح ان خرج انها من خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع. الدكتور احمد ابو عبله ان شاء الله يعني ايضا هيجري بعض الفحوصات الخاصه بكريم فؤاد خلال يعني الساعات القادمه، بعض الفحوصات اللي هتجرى لكريم فؤاد للاطمئنان بشكل كامل وتحديد فتره الغياب وتحديد كافه الامور الخاصه باصابه كريم فؤاد. طبعا ده هيتم خلال الساعات القادمه. باستثناء هذا الامر زميل احمد اقدر اطمنك على كل اللاعبين ان شاء الله عوده النهارده. بنشوف عمار حمدي بيظهر في تدريبات النادي الاهلي بعد تالقه في مباراه الوديه امام منتخب غانا للمحليين، ايضا وجود حارس من قطاع الناشئين عمر كامل الى جانب الكابتن محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف. اطمنك ان شاء الله اللعيبه كلها جاهزه لكلنا ثقف كل ان شاء الله جمله مهمه جدا في نقاط النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله باذن الله نمشي على على الطريق الصحيح وباذن الله جاهزين لكل المواجهات اللي جايه، والاهلي يوصل بطوله كاس العالم ودور المجموعات في افريقيا في افضل فورمه واعلى مستوى ممكن. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من السادسه. واحد من نجوم الكره التشيكيه ايفان هاشيك نجم ستراسبورغ طبعا، وكان في فتره من الفترات مدرب لمنتخب التشيك وليه تجارب في المنطقه العربيه كتير، يعني درب الهلال السعودي درب منتخب لبنان. هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس بيكلمنا طبعا بنتواصل معاه من براغ. نرحب بيه بدايه ونشكره على مشاركته معنا في السادسه. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. مساء الخير، شكرا على استضافتكم الكريمه. يعني بدايه بما انك انت لفترات طويله كنت قريب من الكره العربيه، الكره في السعوديه على مستوى طبعا تدريبك للهلال السعودي، دربت منتخب لبنان ويمكن اعتقد خدت مواجهه مع منتخب مصر في كاس العرب الاخيره برعايه الفيفا. خليني ارجع لكاس العالم قطر 2022 واخد رايك وتقييمك لمشاركات المنتخبات العربيه، مين لفت نظرك؟ ازاي شفت قدرات المنتخبات على التطور سواء كنت بكلم على السعوديه او على تونس او على مستوى المنتخب المغربي اللي وصل لدور الاربعه؟ في الحقيقة أود أن أقول أن كأس العالم في قطر كان من أفضل النسخات بالنسبة لكأس العالم، وأعتقد أن مستوى الكرة العربية تطور كثيرا، فقد رأينا السعودية ورأينا المغرب التي أذهلتنا وفاجأتنا بلاعبيها، ولذلك علي أن أمدح المباراة التي لعبت فيها السعودية ضد الأرجنتين. بالطبع أشكر كثيرا المستوى أو مستوى الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي، فهم أبهرونا وكذلك اللاعبين كانوا على مستوى مهرة عالي. يعني كنت مدرب في فترة من الفترات للهلال السعودي، واحد من أكبر الأندية العربية طبعا والأسيوية، وأعتقد أن الدوري السعودي بيصنف برضو على أنه واحد من أقوى الدوريات في المنطقة العربية وفي قارة أسيا. إزاي شفت أو استقبلت خبر انتقال الأسطورة السي آر 7 صاروخ ماديرا كما يلقب بكريستيانو رونالدو لنادي النصر؟ في الحقيقة فاجأني وأعتقد أنه فاجأ الكثير انتقال اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو إلى دولة عربية مثل السعودية. ففي الحقيقة أنا أمدح كثيرا وأشكر كثيرا القائمين على هذه الصفقة التاريخية في تاريخ كرة القدم، وأعتقد أنه سيقدم الكثير في نادي النصر السعودي. هل بتشوف أنه الصفقة أهدافها فنية فقط؟ يعني هل فكرة أنه احتياج النادي النصر السعودي للاعب في سن كريستيانو رونالدو بحجم طبعا تاريخه وانجازاته وفوزه خمس مرات بتايتل بالون دور، ولا للصفقه ممكن يكون ليها اهداف اخرى؟ اعتقد واؤكد ان الصفقه لها خلفيه اخرى
فمن ضمن الخلفيه فذلك يساعد كثيرا على مستقبل فوز السعوديه بقرعه كاس العالم القادمه. فحضور لاعب دولي مثل كريستيانو رونالدو إلى السعودية سيثمن كثيرا من دور السعودية ويجعل فوزها بالقرعة كبيرا. في السنة اللي فاتت، السنة الأخيرة، يمكن لأول مرة أقيمت بطولة كأس العرب تحت رعاية الفيفا، وأعتقد أن البطولة بقى ليها اهتمام أكبر، حجم التنظيم أفضل. إنجازات الكرة العربية اللي حققتها في كأس العالم بفوز على منتخبات كبيرة زي الأرجنتين اللي حققت اللقب، طبعا بتكلم عن المنتخب السعودي، المغرب اللي تجاوزت منتخبات كبيرة زي بلجيكا وزي إسبانيا وزي البرتغال ووصلت للمربع الذهبي، الكرة التونسية حتى اللي فازت وإن كان فوز وحيد ولكنه على منتخب كبير برضو حامل لقب النسخة قبل الأخيرة منتخب فرنسا. وجود كريستيانو رونالدو في واحد من الدوريات العربية، من وجهة نظرك إزاي ممكن نستفيد أو إزاي ممكن نستثمر ده في المنطقة العربية عشان كرة القدم تتطور للأفضل، عشان تبقى مشاركاتنا في البطولات الكبيرة بحجم كأس العالم حتى البطولات القارية على مستوى أفضل في السنوات اللي جاية؟ أعتقد أن واحدة من أهم المميزات في العالم العربي أن العالم العربي شجع كثيرا في الآونة الأخيرة كرة القدم. هذا ما أعطى للسعودية فرصة كبيرة في استقطاب لاعب دولي مثل كريستيانو، وعلينا أن نستثمر ذلك، فهذا له خلفية كبيرة على السياحة في البلدان العربية، وأخص بالذكر السعودية العربية، فلن تكون هناك سياحة دينية فقط بل ستكون سياحة من نوع آخر، وسيعرف العالم بالطبع بالثقافة العربية وكذلك الشعب العربي أو المواطنين العرب. يهمني أسألك عن منتخب التشيك وسر، مش عايز أقول ابتعاد، ولكن تراجع مستواه في السنوات الأخيرة بعد أن كان يعني واحد من أقوى المنتخبات على مستوى العالم وقدم أسماء كبيرة جدا، لماذا تراجع مستوى المنتخب التشيكي في السنوات الأخيرة؟ افتقد او لم تنجح جمهورية التشيك او المنتخب التشيكي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، لم ينجح بالتأهل. اعتقد ان ذلك لانخفاض مستوى المهارة البدنية للاعبين. هل تنتظر انه التشيك تبقى قادرة او انه في جيل قادم يقدر يكرر انجازات الأجيال الكبيرة من منتخب التشيكي؟ يعني بتكلم طبعا عن نجوم بحجم يان كولر، بتكلم على بافل نيدفيد، بتكلم على أساطير الحقيقة قدرت توصل بالمنتخب التشيكي لبعيد. أعتقد أننا لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الماهرين الذين لهم مستقبل باهر، ولديهم الفرصة في إعادة أمجاد مثل كولر ونيدفيد والكثير من اللاعبين العالميين الذين أمتعونا، وممكن أن يتأهل المنتخب التشيكي في كأس العالم القادم 2026. مع أو ضد فكرة انه يتم تعديل بطوله او نظام بطوله كاس العالم بمشاركه 48 فريق بدل 32 فريق، وانه تكون الاستضافه دايما مشتركه بين ثلاث دول؟ اعتقد انني مع هذا التغيير، وهذا التغيير يتيح لي الكثير من يتيح الكثير من البلدان العربية والبلدان الأوروبية للمشاركة، فعدد 48 منتخبا ليس بالقليل، فمن الممكن أن تشارك منتخبات عربية مثل الجزائر وتونس ومصر التي افتقدناها في كأس العالم في نسخته الأخيرة. واتكلمنا أنه كأس العالم قطر 2022 كانت النسخة الأخيرة لنجوم كبيرة، أهم الأسماء في يمكن في العشر سنين الأخيرة زي ميسي، كريستيانو رونالدو، ليفاندوفسكي، بنزيما. هل شهدت البطولة ميلاد من وجهة نظرك نجوم أو أسماء جدد؟ نيتسوف
اعتقد ان بالنسبه لي لاعبين كثير من العرب، اخص بالذكر لاعبين المغرب الذين ابهرونا كثيرا، فانا اقول ان مستواهم كان ممتازا جدا على سبيل حكيم زياش والكثير من اللاعبين الذين أتذكرهم حتى لا أنسى دورهم المهم في هذه النسخة الممتازة من كأس العالم التي أقيمت في قطر. إيفان هاشيك نجم الكرة التشيكية، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، ومستمرين معاكم بس بعد الفاصل. قبل ما أروح لإمبي لازم أعدي على بيراميدز، لأن زي ما قلت خلينا نتكلم براحتنا ونفرد ورقنا ونفتح ملفاتنا زي ما قلت لكل جمهور النادي الاهلي. خد بالك انه فرقتك لغايه النهارده الحمد لله ما خسرتش ولا ماتش، وفي كل المواجهات الكبيره، كل المواجهات الصعبه، كل المواجهات اللي تقدر تقول عليها كلاسيكيه، فرقتك ما خذلتكش، بالعكس كسبت الزمالك في السوبر، كسبت هنا الاسماعيلي، كسبت هنا بيراميدز، كسبت حتى الاتحاد المنستيري في افريقيا. كلها ماتشات صعبه، كلها ماتشات محتاجه فرقه كبيره، مفيش فريق كبير بيمشي كبير طول الوقت، لازم يبقى فيه مطبات. ودورنا كجمهور، عشان الناس اللي زعلت مني لما قلت انا كجمهور، انا برضو واحد في النهايه، انا واحد من الجمهور وبزعل من اداء الفرقه وبزعل لما بنخسر نقط، لكن في النهايه لازم الحسابات وردود الافعال ما تبقاش مبنيه بس على عواطف، لا، في جانب كبير جدا مع فريق كبير بحجم الاهلي لازم يبقى مبني بالعقل وبالمنطق، ونحسب كويس قوي حساباتنا ونشوف احنا واقفين فين ورايحين فين واهدافنا اللي احنا عايزين نحققها، لانه التوقيت مهم جدا. التوقيت ده ما ينفعش تهد فيه. انا فاكر قوي بعد نهايه ماتش سيراميكا تقريبا، حتى الصفحات اللي بتتكلم باسم النادي الاهلي على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك، والناس اللي نصهم عاملين نفسهم اهلاويه وهم لا علاقه له بالاهلي لا من قريب ولا بعيد، كانوا بيهدوا في الفرقه وبيهدوا في مستر كولر وبيهدوا في اللعيبه كلها، اسم اسم ولاعب لاعب. هل ده كجمهور اهلي يصح في توقيت زي ده وانت رايح لبطوله عالم وبطوله دوري ابطال، حتى وان كان فعلا في نجوم كتيره ممكن تكون بعيده عن مستواها وفي اخطاء لمستر كولر؟ ما اعتقدش انه كان ينفع، والا ما كانتش النتيجه تحصل كده قدام بيراميدز. فبالتالي مهم جدا ان احنا نراعي النقطه دي، عشان الناس اللي مش هقول هجمتني، انا بحترم جدا كل وجهات النظر، بس الناس زعلت مني وقالنا طب قول لنا من فضلك نشجع ازاي؟ ما بقولكش تشجع ازاي، جمهور الاهلي راح بيشجع من دقيقه، مش من الدقيقه الاولى، من قبل الماتش ما يبدا لغايه الماتش ما خلص، ما كانش ليه دور دفن مليون في المية كان ليه دور في مكسب امبارح. شابوه، وهو ده جمهور الاهلي اللي احنا مستنيينه، وهو ده الجمهور الاهلي اللي تراهن عليه في الماتشات اللي جايه. كلام على ماتش بيراميدز واهم المكاسب، كلام على المشوار والتحضير بدايه من ماتش ام بي، انا ماتش ام بي محطه من محطات مهمه قبل ما نروح ان شاء الله لكاس العالم ومن بعده دور المجموعات في دوري الابطال. بيشرفني اثنين من نجوم تحليل الكره العالميه النهارده في السادسه، بلال محسن وفاروق عصام، العوده بعد غياب، نرحب بيهم. بلال مساء الخير واهلا وسهلا بك. مساء الخير عليك يا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. منور الدنيا. ربنا يخليك، ده بنور حضرتك والله. ان شاء الله نستمتع بيك. انا موجود مع فاروق. فاروق طبعا عوده الابن، مش هقول الضاله انه ابدا، لكنه ابننا، بس في عصر الاحتراف ما فيش مانع كده يطلع اعاره ويجي مره ثانيه، دايما الناس عند فاروق واحد من الناس اللي بستمتع بيهم جدا. مساء الخير يا فاروق، اهلا وسهلا. مساء الخير يا احمد. اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مساء الخير، انا دايما اللي بتشرف بوجودي معاك، وحشتني وحشتني جماهير النادي الاهلي، وبتشرف بوجودي مع بلال النهارده. نستمتع بيكم ان شاء الله، وتبقى حلقه مفيده لجماهير النادي الاهلي وتستمتع بيها. خليني ابدا معاكم من ماتش بيراميدز اللي كنت بقول عليه انه لا قدر الله بعد ردود الافعال اللي حصلت بعد تعادل الاهلي في ماتشات زي ماتش فيوتشر، ماتش سموحه، ماتش سيراميكا، بدات يعني السكاكين تقطع والهجوم يكتر والناس تشكك، رغم انه الاهلي ما بعدش يعني رقميا وحسابيا الاهلي ما زال محتفظ بكل فرصه يعني، وهو يمكن الافضل على مستوى الانديه المصريه كلها من حيث النتائج، لكن اي نتيجه غير المكسب كانت ممكن تاثر بشكل سلبي. فمهم جدا نقيس اهم المكاسب اللي حققها الاهلي بالفوز على بيراميدز بنتيجه 3-0 في يوم يعني يوم الاثنين 2/23. بالظبط، يعني يمكن زي ما حضرتك قلت كده يا استاذ احمد في البدايه، النادي الاهلي كان بيمر يعني مش هنقول بـ 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 بحاجه يعني فتره عنيفه او حاجه، بالظبط هزه في النتائج شويه، ثلاث تعادلات ما كانوش في الحسبان امام فيوتشر وسموحه وسيراميكا، يعني الجمهور دايما بيبقى عنده قلق زياده شويه على الفريق، غير زي ما حضرتك قلت كده، غير الحسابات الفنيه، يعني الجمهور دايما يمكن بيحسبها بالعاطفه، بخوفه على الفريق، احساس ان انت تخسر الدوري الثالث على التوالي، مسيطر على عامل هاجس كبير جدا عند
الجمهور مش عايزين ابدا يصدقوا ان السيناريو ده ممكن يحصل وان شاء الله مش هيحصل. فكانت مباراه بيراميدز جت في توقيت مهم جدا وحساس جدا، انك بتاكد ان انت كبير في المباراه الكبيره بتقدر تتعامل. قدر النادي الاهلي يعني يدخل في المباراه بالحسابات اللي احنا دايما متعودين ان النادي الاهلي في المباريات الكبيره ما عندوش اي مشكله. يعني يمكن النادي الاهلي حتى لما غاب عنه معظم العناصر مع منتخب مصر في كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي لعب تقريبا بالصف الثاني في بطوله كبيره جدا هي كاس العالم للانديه، قدر النادي الاهلي يكسب. بالظبط. فالنادي الاهلي في المباريات الكبيره ما عندوش مشكله. النادي الاهلي دخل المباراه عمل مع المدير الفني، طبعا احنا عارفين تاكيز جونياس بيلعب بطريقه لعب هو بيحب يمسك الكوره، بيحب يلعب كوره جميله استحواذ، عمل لعب بلعيبه يعني لعب في المناطق الاماميه، كان عنده عبد الله السعيد واسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وفخر لقاي، خمس لعيبه لعيبه كوره يمكن ما بيقدوش الواجبات الدفاعيه زي ما بيبقى مطلوب من الفرقه دايما. فالنادي الاهلي قدر يستفاد من الحاله دي، ساب لهم الكوره شويه وقدر من كوره فرديه وبعد لعبه جماعيه كمان. الحلو في كره السوليه ان هي كانت لعبه جماعيه في البدايه، انهاها عمرو السوليه بتصويبه طبعا وصاروخيه لم يتوقعها احمد الشناوي. النادي الاهلي بعد الهدف رجع شويه للمناطق الخلفيه وقدر يحافظ على هدوءه وثباته الانفعالي لحد ما تمكن في الشوط الثاني انه يحرز الهدف الثاني، واستغل كمان اندفاع بيراميدز للبحث عن التعادل وانهى اللقاء قتل. وكمان يعني في بعض الاراء قالت ان النادي الاهلي كان بيدافع، لا هي الكره ما بقتش كده. احنا شفنا الارجنتين، شفنا المغرب في اوقات كانت بتلعب في على حسب الجيم، انت بتاخد المباراه بتقسم المباراه على حسب طبيعه المنافس. بيراميدز لو سبت لهم، لو انت ضغطت عليهم ولعبت يعني ضغط متقدم بالظبط، عندهم لعيبه عندهم سرعات مصطفى فتحي ورمضان يقدروا يستغلوها. فالنادي الاهلي تعامل مع المباراه على حسب طبيعه الجيم وطبيعه المنافس. فاروق، انا استغربت غير المكسب والثلاث نقاط. لا انا استغربت تكيس، هو بيلعب النادي الاهلي بمحور ارتكاز واحد وحاطط اسلام عيسى وعبد الله سعيد. يعني ممكن العب الكلام ده قدام اي فرقه في الدوري، لكن قدام النادي الاهلي بلعب بالشكل ده كان لازم عقاب فوري وخساره بثلاثيه، وكان ممكن النادي الاهلي في الشوط الثاني يزود الغله ويزود النتيجه، لانه مدرب انا شفت شويه اتعامل بغرور كبير مع المباراه وهو بيقابل النادي الاهلي. انت النادي الاهلي لما بتقابل النادي الاهلي هو ممكن يعاقبك بسهوله، ان انت تسيب له وسط ملعبك بالشكل ده ويبقى لاعب واحد بس هو اللي بيامن قدام خط الدفاع مغامره كبيره، كان عقابها فوري. هو حتى خرج بعد المباراه اتكلم انه الثلاث اهداف اللي جم هم مجرد لعبه حظ. لا مش لعبه حظ، الشوط الثاني احنا شفنا النادي الاهلي مع بدايه الشوط الثاني ضغط مكثف على بيراميدز، خصوصا ان الفتره دي دايما بيراميدز بينزل لو متاخر في النتيجه بيحاول يندفع هجوميا بشكل كبير. النادي الاهلي في الشوط الثاني قدر يسجل الهدف الثاني، وكان مهم جدا احراز الهدف الثاني في بدايه الشوط الثاني وقدر يكسب المباراه. اعتقد ان المباراه حتى كانت بسهوله، النادي الاهلي ما تعرضش لهجمات خطيره، لهجمات لشغل من بيراميدز ما شفناش شغل بناء الهجمه اللي كان موجود. وده زي ما بلال قال، اعتقد ان مستر كولر ذاكر بيراميدز بشكل كويس جدا، لانه النادي الاهلي دايما بيضغط من قدام بيحاول يستخلص الكوره في مناطق الخصم، لكن في المباراه دي تحديدا ساب بيراميدز ينقل الكوره ما بين المدافعين بكل اريحيه، لكن هتتقدم في وسط الملعب هيبقى فيه ضغط عليك وهتتقطع منك الكوره، لان لعيبتك كان فيه ست لعيبه هجوميين في بيراميدز. يعني اعتقد ان كانت مغامره كبيره والنادي الاهلي خرج من المباراه بسهوله. صحيح، وبيتهيألي كمان انه الحكم ما كانش يعني حكم نهائي كاس عالم وكل حاجه، بس ما كانش موفق حقيقي. هو ما كانش موفق في المباراه النهائيه حتى كاس العالم، وقراراته كتير كانت ضد الاهلي وكانت في مصلحه بيراميدز. بالظبط، وهو شفنا حتى خرج بعد كاس العالم قال انا اخطات في مباراه كاس العالم. يعني ده وارد، لكن النادي الاهلي دايما عودنا انه حتى لو في اخطاء من الجانب التحكيم، لكن هو حسم المباراه باكتر من هدف، وده مهم جدا. والكلام كمان على طرد رمضان صبحي الحقيقه اللي ما بفهمش بصراحه. يعني انا افهم كويس جدا انك انت تكون عايز ترد اعتبارك، افهم كويس جدا انك انت تكون غيور على الفانيلا اللي انت لابسها او عندك طموح معين عايز تحققه، لكن اللي ما افهموش انك انت تبقى متعمد في كل مواجهه تاذي زمايلك اللي كانوا بيلعبوا وبيسافروا وبياكلوا وبيشربوا معاك في نفس الاوضه. يعني الموضوع ما اعتقدش بقى صدفه، في كل مباريات الاهلي وبيراميدز لازم يبقى في تدخل عنيف من رمضان صبحي على لعيبه النادي الاهلي. ما علامه استفهام كبيره بصراحه، مش قادر افهمها. بالظبط، يمكن زي ما حضرتك قلت كده، مش لاقي لها مسمى يعني بصراحه. يعني عايز اقول لها مسمى، مش لاقي لها مسمى غير حاجه ما ينفعش تتقال على الشاشه. لا، وطبعا احنا لو اتكلمنا وزي ما حضرتك اتكلمت كده هيترد علينا ويقول ان انتوا عاملين لود وعاملين ضغط عصبي. بالعكس خالص، اللعيب الكبير بيلعب في اعلى المنافسات
وما بي يعني بيقدر يتحكم، بيبقى عنده ثبات انفعالي. يعني معلش اللي بيتبنى وجهه النظر دي شايف انه اللود بيترجم لعنف ضد، على فكره مش مع رمضان بس، ده اي لاعب بي 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 بيعمل سلوك عنيف او بيعمل سلوك خارج او مشين ضد لاعيبه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بتبقى المبررات جاهزه دايما ان جمهور النادي الاهلي عامل عليه لود. فلا طبعا مش منطقي. وبالنسبه لنقطه الحكم كمان، في لعبه ما خدتش حقها وهي اصابه كريم فؤاد. يعني احنا هنتحرم من كريم فؤاد، عنده جزع 3 اسابيع. يعني ان شاء الله نتمنى اقل يعني من كده. الحكم ما وقفش عند اللعبه دي برضو. ودي كانت غريبه شويه مع لعبه ركله الجزاء. دايما اللعيب اللي ما بيعرفش يظهر بشكل كويس قصاد النادي الاهلي ويبقى متكتف في الملعب بيلجا للعنف، ده شيء طبيعي لان هو رمضان صبحي ما كانش موجود في المباراه. يا فاروق فعليا. فاروق بص انا افهم انه ده تبقى استثناء، لكن على كل مباراه بالنسبه لي انه يبقى قاعده. يعني لما ده يحصل مره ممكن اقبلها واعديها، لكن لما كل مباراه تبقى في حاله عنف واضحه وصريحه بتستهدف لعيبه النادي الاهلي، يعني لما تشوف جماهير النادي الاهلي دي كلها ما بتهتفش باسمك ده برضو في اي مباراه بيأثر عليك بشكل كبير. طيب نروح على ماتش بكره، ماتش امبي، مباراه اتعودنا ان كل ماتشات الاهلي صعبه، اتعودنا ان كل فرق على مستوى الافراد وعلى المستوى الجماعي وعلى مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى الاداره شايفه ماتش الاهلي بطوله في حد ذاته. فشايفين ماتش بكره ازاي وازاي تبني؟ انا كنت بقول في بدايه الحلقه انه هل الاهلي 10 على 10؟ هل احنا كده تمام؟ لا طبعا لسه مش تمام، لكن تقدر تقول انه احنا يعني رجعنا تاني على الطريق، نقدر نبني بشكل كبير جدا على اللي حصل في ماتش بيراميدز عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه قبل ما نوصل ان شاء الله كاس العالم. وليه كلام طبعا عن كاس العالم كتير مع بلال وفاروق. تبني ازاي او تتحرك ازاي او تبتدي ازاي من بدايه من ماتش امبي؟ وشايف امبي ازاي اليومين دول يا بلال؟ تمام، رايتك للفريق. تبني ازاي؟ احنا قلنا بعد مباراه بيراميدز على طول ان فوز يفرحنا يخدعنا لا. يعني احنا نفرح فوز كبير وفوز غالي، ولكن الفوز ما يخليناش ننخدع ونتصور ان احنا رجعنا للحاله لا، الحاله احنا عايزين نستمر نحقق فوز في 8 او 9 او 10 مباريات زي ما كان ده الحال دايما في بطوله الدوري. ساعتها نقدر نقول ان احنا رجعنا تاني، نقدر نقول مع التدعيمات ومع عوده المصابين والكلام ده كله ان النادي الاهلي رجع للحاله اللي كان عليها في بطوله الدوري تحديدا. تمام. يعني بس فاحنا نبني ازاي؟ نستفاد من الايجابيات اللي احنا مرينا بيها في مباراه بيراميدز، الحسم، التسجيل، التصويب من الخارج، اللعب، الاستفاده من الضربات الثابته ودي ترجمها عمرو السوليه في كره الهدف الثاني. كل الحاجات دي ايجابيات نقدر نبني عليها بكره. شايف امبي ازاي؟ امبي مع طلعت يوسف الشكل اكيد هيتغير تماما عن ما كان عليه مع احمد كشري المدير الفني طبعا حديث العهد بالدوري، ما عندوش الخبرات اللي موجوده عند طبعا مدرب كبير زي طلعت يوسف. امبي بيعتمد في معظم لعبه على رفيق قبو، واحد من اسرع اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري، هيلعب دايما هيبقى دايما عايز يلعب الكره في ظهر في المساحات اللي موجوده في ظهر علي معلول، وده هيتطلب طبعا ان المدافعين يبقوا دايما مغطيين او لاعبي نص الملعب مغطيين دايما الحته اللي بتبقى موجوده في ظهر علي معلول، لان علي معلول بيبقى عنده واجبات هجوميه طبعا. احنا مفتاح لعب من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي علي معلول، فطبيعي بيبقى مطلوب منه انه دايما بيبقى بيزيد بشكل مستمر في المباراه. فدي يمكن دي اهم نقاط قوه امبي. رفيق قب واحد من اللعيبه اللي هدافين الدوري الموسم دوت. كمان عندهم احمد امين اوفا، لاعب بيعرف يجيب بيسجل من انصاف الفرص زي ما بيقولوا. وبعدين هم جايين كمان بحاله معنويه كويسه جدا، فايزين على الاتحاد السكندري اللي عامل نتائج مميزه السنه دي، قدروا يفوزوا عليه، وفوز طبعا يديهم الثقه قبل مواجهه النادي الاهلي غدا. يعني نسخه حلوه نسخه الدوري السنه دي. يعني الى حد ما فيها نتائج مش متوقعه، ما فيهاش صغير وما فيهاش كبير، فيها فرق عندها لعيبه كره كتير. فالنسخه السنه دي ما هياش ممله او رتيبه زي نسخ كتير كانت بتحصل قبل كده. لا خالص. وبس يعني لو في رجاء كده للادارات يستنوا شويه على المدربين، لان في مدربين عندهم بوتنشال ان هم يتحسنوا في الدوري، لكن بيبقى في استعجال دايما في الاقاله. في اكتر من مدرب تمت اقالتهم والفرقه ممكن تيجي قدام. شفنا طبعا اسوان والاداء الرائع، شفنا اكتر من فريق في الدوري السنه دي. انا عايز بس اتكلم على مباراه امبي، لان كابتن طلعت يوسف دايما هي مباراة ضد أي فريق بيدربه كابتن طلعت يوسف، هو أعتقد السيناريو هيبقى محفوظ. يعني الفرقة بتقفل 4-5-1، كل خططه مع كل الفرق اللي بيلعبها تقفيل، دايما أدوار الأجنحة بتبقى أدوار دفاعية، مش هيبقى فيه خطورة متوقعة على النادي الأهلي، خصوصا إن شفنا مستر مارسيل كولر جيد جدا في التعامل مع المرتدات. أنا بزعل من الماتشات اللي فيها تكتلات دفاعية دي. يعني سيبك طبعا من قصه ان انت كجمهور بتعاني. يعني اغلب الماتشات اللي بيلعب فيها او بتلعب فيها الفرقه قدام النادي الاهلي بانها ترص الفرقه ورا،
وتستنى لما الاهلي يبقى يسجل نبتدي بقى نلعب كوره، بتبقى ماتشات ممله وماتشات بايخه وانت كجمهور كمان ما يعني ما بتستمتعش فيها بكوره، وخصوصا كمان انك شويه يعني هجوميا بتعاني، احنا كفرقه هجوميا ما زلنا بنعاني عشان تسجل بتعاني. فبالتالي ماتش بكره ممكن يبقى بنفس السيناريو ده، ونرجع لسيناريو بقى ما قبل بيراميدز اللي هو سموحه سيراميكا، ولا ممكن يبقى ليها مدخل تاني بعد الحاله المعنويه واستعاده الثقه. لا هي كل بيرمز. المباريات اعتقد ضد النادي الاهلي بتبقى بنفس الوتيره وبنفس السيناريو، عشان تكسر التكتلات دي لازم هدف مبكر، لازم هدف في الشوط الاول او في اول نص ساعه، وده بيجي شفنا ضد بيراميدز الحلول جت من تصويب خارج منطقه الجزاء والكره ثابته، لازم تعتمد على التصويب خصوصا ان الفرق المتكتله بتبقى متواجده في الصندوق بشكل كبير جدا وبتديك فرصه للتصويب. اعتقد عمرو السوليه بعد الثقه اللي خدها في المباراه الاخيره هيجرب تاني اكتر من مره، محمد مجدي قفشه، لازم يبقى في اكتر من حل، مش دايما هعرف اخترق الفرق، خصوصا ان دلوقتي شفنا التنظيم في الكوره ما خلاش في فوارق شويه، لان كله بيقفل المساحات وكله بيقرب ويضايق الملعب، لازم يبقى عندي حلول اخرى، حلول بديله بره الصندوق، شفناها في مباراه بيراميدز واتمنى تتكرر في مباراه انبي. قفل المساحات او تضييق المساحات يعطل لك السرعه ويعطل لك المهاره، وبالتالي هنا بتحتاج القوه في اغلب الاوقات، وده يمكن حل كان واضح جدا او فتح الجيم مع الاهلي في ماتش بيراميدز بتسديده السوليه. اعتقد الهدف ده هو اللي خلى الجيم بالنسبه للاهلي، ومش بس مع بيراميدز، مع اي ماتش مع اي فرقه ثانيه، اي فرقه الاهلي بيبادر فيها بالتسجيل المساحات بتتوجد، فرقه بتتحرك، الخطوط بتوسع او بتبقى بعيده عن بعضها، وبالتالي السيناريو المفترض يبقى اسهل بالنسبه لك. يعني احنا خلينا نقول ان احنا عندنا مشكله بقى لنا موسمين تقريبا، وده الموسم الثالث مع الفرق اللي احنا ما كناش اصلا متعودين نفقد نقاط امامها، زي ما حضرتك قلت احنا فقدنا نقاط امام فرق زي سموحه وسيراميكا، مع الاحترام الكامل لكل الفرق، ولكن احنا كنادي اهلي ما كناش معتادين ان احنا نفقد نقاط امام الفرق ديت. فايه المشكله ان انت تحل ازاي توجد حلول؟ زي ما قال فاروق لازم تفكر في بره الصندوق، انت الفرق كلها متكتله، زي مدرب زي طلعت يوسف بكره متوقع جدا ومحفوظ ان هو هينزل بكره. بالظبط، انا كمدير فني للنادي الاهلي ومستر مارسيل كولر اكيد مذاكر الكلام ده كويس، والجهاز المعاون اكيد مديله طبعا داتا عن او خلفيه طبعا عن طلعت يوسف، لازم يعني افكر بره الصندوق حلول فرديه، مثلا ايه اللي يفك التكتل؟ مهاره فرديه، احمد عبد القادر لما نزل شفناه شويه للعبهم في ماتش بيراميدز، اعتقد ان هو هيبقى ليه دور كبير بكره في مباراه انبي، عنده الحل الفردي مميز جدا، التصويب من خارج منطقه الجزاء، استغلال الكرات الثابته، كل دي حلول قادره ان هي او يعني تكسر التكتلات الدفاعيه للفرق، ونقدر بيها ان احنا نتغلب على مشكله الفرق اللي بتقف وبتواجه النادي الاهلي من المناطق الخلفيه. شايف التشكيل الامثل وطريقه اللعب الامثل بالنسبه لمارسيل كولر في مواجهه انبي بكره ازاي فاروق؟ اعتقد التشكيل اللي نهى بيه مباراه بيراميدز، يعني اعتقد انه تشكيل عندك غيابات كتير، خد بالك يعني كريم فؤاد بره، عبد المنعم بره، ما شفناش فرق كبير ما بين حسين، حتى حسين لما كان بيتواجد الفتره الاخيره كان بيحاول يثبت نفسه وقدم عروض جيده، احمد عبد القادر كمان رجوعه مهم جدا جدا لانه بيخلق دايما الحلول الفرديه، بيقدر يعدي ويعمل عرضيات خطيره، ما بين شادي وما بين شريف الاثنين اعتقد يعني مفيش حد متميز عن التاني بشكل كبير، فسواء الاثنين موجودين هيبقى راس حرب موجود، وحتى ممكن تفكير في برونو يعني يبقى موجود في المركز دوت، واللعيبه تتحرك برونو سافيو راس حربه، برونو موجود راس حربه وتحتيه محمد مجدي قفشه، ممكن ممكن تبقى فكر جديد ويتجرب في المركز ده. متفق ولا ليك؟ لا انا شايف ان احنا يعني شايف ان شادي غايب عنه حته الثقه شويه، يعني هو لسه ما قدمش اللي عنده. شادي احنا شفناه في الدوري مع سيراميكا كان بيقدر يسجل اهداف، فانا شايف ان شادي لو قدر يكسر حته الحاجز النفسي ان هو بقى لعيب نادي اهلي بقى مطالب ان هو يسجل اهداف، فانا شايف ان هو يستمر يدي الفرصه بكره لشادي يبدا بيه. بالظبط، وشايف ان برونو يا برونو يا قفشه، انا مش حتى الان برونو لم يقنعني في مركز الجناح. انا لسه اشوف برونو في جناح يمين، ما لا هو دلوقتي جناح شمال، كان ما كانش بيأدي باحسن يعني حاجه في مباراه بيراميدز. انا شايف ان بكره يا هو يا قفشه في مركز 10، احمد عبد القادر في البدايه مع حسين الشحات في الناحيه اليمين، ومع شادي وزي ما قلنا طبعا هيبقى استغلال الحلول الفرديه والكرات الثابته هتبقى ان شاء الله. ايه اخبار كاس العالم، وايه اخبار دور المجموعات في دوري الابطال، وايه اخبار النصر السعودي مع سي ار 7؟ كل ده هيكون في السادسه مع بلال وفاروق، بس بعد الفاصل. من اول ما اتكلمنا معاكم على فكره انه عرض من نادي النصر السعودي لكريستيانو رونالدو، كان الموضوع بالنسبه لي في اطار الفانتازيا، يعني كان او في اطار البروباجندا، يعني ما كانش في تخيلي ابدا انه الصفقه دي ممكن توصل لمحطتها الاخيره، وانه رونالدو
يوقع بالفعل النادي النصر السعودي صفقة هتغير بكل ما تحمله الكلمة من معاني شكل وطبيعة كرة القدم مش في نادي النصر بس، يمكن في السعودية ويمكن في المنطقة العربية، وخصوصا بعد العروض القوية جدا اللي قدمتها المنتخبات العربية السعودية وتونس والمغرب في بطولة كأس العالم الأخيرة. الصحفي علي المرشود الصحفي أو الناقد الرياضي بجريدة الرياض السعودية والمقرب جدا الحقيقة من نادي النصر السعودي معانا على التليفون، نرحب بيه طبعا نقول له مساء الخير وأهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي، بشكرك على مشاركتك معانا في السادسة، أهلا وسهلا. مساء الخير أخوي أحمد، أمسي عليك وعلى جميع متابعينا في مصر الحبيبة. يا أهلا وسهلا السادسة. يا أهلا وسهلا، سعداء بيكم سعداء بالكرة السعودية. خليني أنتهز المناسبة يعني أهني الكرة السعودية على المستوى المحترم اللي ظهرت بيه في بطولة كأس العالم الأخيرة، حقيقة منتخب قدم كرة مشرفة جدا، وأعتقد ده يمكن يكون انعكاس لتطور شكل مسابقة الدوري المحلي في السعودية في السنوات الأخيرة. الله يطول عمرك يا أحمد، وإن شاء الله قريبا نحتفي إن شاء الله بوجود أقوى المنتخبات الأفريقية، منتخب مصر اشتقنا له كثير. إن شاء الله بإذن الله. خليني أكلمك بقى على صفقة CR7 اللي بقت حديث العالم كله، كواليس كتير بالتأكيد عندك ليها علاقة بالصفقة، قدرة إدارة النصر السعودي على إقناع النجم العالمي كريستيانو رونالدو بالانضمام، مين كان يعني المحرك الرئيسي للصفقة زي ما بيقول؟ أول شيء يعني أنا أبارك لنفسي وأبارك لكل العرب طبعا، الصفقة اليوم صفقة أعظم لاعب على مستوى العالم، هي ليست تخص المملكة العربية السعودية، أكيد أنها تخص الدول العربية في الدول قارة آسيا بحكم انتماء المملكة العربية السعودية، تخص العالم العربي بشكل كامل. هذه الصفقة هي بالنسبة لي أنا شخصيا تعتبر من أثمن الصفقات وأعظم الصفقات التي أبرمت في تاريخ كرة القدم السعودية، ما في شك لاعب بقيمة وحجم كريستيانو رونالدو هي تعتبر قيمة فنية إضافية وتسويقية وإعلانية بشكل كبير جدا في دوري روشن للمحترفين، اسم النصر والدون والدوري السعودي الحقيقة كان في الأيام القليلة الماضية في محركات الترند العالم، سواء كان على مستوى جوجل، على مستوى اليوتيوب، على مستوى تويتر، على مستوى فيسبوك، على مستوى تيك توك، على مستوى انستغرام. صفقة لها أبعاد جميلة جدا أخوي أحمد للكرة السعودية عامة والنصر على وجه التحديد. في اليوم بلحظات أصبح نادي النصر من الأندية المشهورة على مستوى العالم، وهذا أمر طبيعي جدا، يعني لك أن تتخيل عدد المتابعين في الانستغرام في نادي النصر قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي لم يتجاوز العدد 800,000 متابع. اليوم الأربعاء تتحدث عن أكثر من 7 ملايين متابع انضم للإنستغرام. ناهيك أيضا عن إعلان نادي النصر في تويتر عن الصفقة، وصل عدد من تابع الموضوع التغريدة أكثر من 76 مليون، هذا عدد كبير جدا لم يسبق لأي نادي في المملكة العربية السعودية ولا حتى الخليج ولا حتى المستوى العربي انه يكون. انا معاك تماما في انه كم كبير جدا من الفوائد هيعود على نادي النصر بشكل مباشر وعلى الكرة السعودية بشكل غير مباشر، لكن يهمني اعرف التفاصيل ازاي يعني تمكنتم من اقناع، خلينا احنا نتكلم على لاعب واخد البالون دور 5 مناسبات، حقق كل الالقاب، عنده مشوار مع عدد كبير جدا من الانديه في اكبر الدوريات اليوفنتوس واليونايتد والريال، ازاي تمكنتم، ايه كلمه السر في اقناع كريستيانو رونالدو بالقدوم للمنطقه العربيه واللعب في الدوري السعودي؟ شوف اخوي احمد، انت يمكن تتفق معي والكثير من المتابعين في مصر الحبيبه يتفق معي على انه اليوم احنا في المملكة العربية السعودية اليوم الدعم الكبير اللي تلقاه الرياضة السعودية على اختلاف الالعاب اليوم الدعم الكبير من قبل الدولة، من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الامير محمد بن سلمان، الدعم الكبير هذا اتاح للاندية في دوري روشن للمحترفين، اتاح لها الفرصة لان تتعاقد مع مثل طينة هؤلاء اللاعبين. يمكن في عام 2018-2019 حضر لنا احنا في المملكة العربية السعودية في أندية الهلال، أندية النصر، أندية الاتحاد، أندية الأهلي سابقا قبل هبوطه لدوري يلو، أندية الشباب،
حضر لنا عدد من النجوم اللي شاركوا في نهائيات كأس العالم في روسيا. لذلك أنا ماني مستغرب اليوم وجود صفقة كبيرة بحجم كريستيانو رونالدو، حتى وإن البعض أثناء المفاوضات في الفترة الماضية كان البعض يشكك للأسف الشديد في قدرة نادي النصر على إتمام الصفقة. اليوم رجالات النصر، وأكيد مثل ما ذكرت لك قبل شوي سيد علي، خليني أسألك برضو، هل وجود كريستيانو رونالدو على قوة نادي النصر جزء من، خليني أقول، برنامج أو من رؤية للقائمين على الكرة السعودية؟ نعم. انه يبقى في مثلا انه يكون سفير لملف سعودي مشترك في تنظيم بطوله كاس عالم، انه يكون في فوائد تانية غير الاستفاده المباشره من وجوده ضمن لاعبي فريق النصر؟ اكيد اخوي احمد، وحتى ممكن يكون سفير لملف المملكه العربيه السعوديه في 2027 في استضافه نهائيات كاس اسيا. أيوة. اللي اعلن بشكل رسمي. ايضا سيكون بحسب حديث الاستاذ مسلي المعمر رئيس مجلس اداره نادي النصر بالامس قبل الاحتفال او قبل تقديم الاسطوره البرتغاليه، ايضا اشار الى انه سيكون هناك فوائد كثيره جدا خارج الملعب، وايضا ستدر استثمارات عاليه جدا، وايضا سيكون هناك افتتاح عدد كبير جدا من الاكاديميات على مستوى النشء، لانه اللاعب اليوم كريستيانو رونالدو ما هو لاعب فقط، هو ذكر بالحرف الواحد الأستاذ مسلي وقال انه لن يكون الهدف من التعاقد مع كريستيانو رونالدو فقط بطوله او تحقيق نتيجه فوز في مباراه، لا، التعاقد مع الكابتن كريستيانو رونالدو لها ابعاد كبيره جدا، واحنا بدانا نلمس حقيقه على ارض الواقع هذا التعاقد مع الكابتن كريستيانو رونالدو. اسم بحجم الاسطوره كريستيانو رونالدو قيمه اضافيه للرياضه السعوديه، وسيساهم في خلق صوره ذهنيه مميزه عن دوري روش المحترفين. طبعا ده ما فيش شك فيه، اكيد طبعا طبعا. خليني اعرف في تفاصيل التعاقد، لانه في بعض التقارير قالت انه قد يكون النصر بالنسبه لرونالدو محطه انتقاليه، يعني هل في بنود التعاقد ما يسمح لي بفسخ التعاقد او العوده مره ثانيه للدوري الانجليزي وتحديدا لنادي نيوكاسل يونايتد؟ هذا الكلام غير صحيح، جملة وتفصيل، هذا الكلام غير صحيح. مدة التعاقد سنتين وستة شهور مع الكابتن كريستيانو رونالدو، وعلى فكرة من خلال أمس حضوري أنا شخصيا للحفل أنا شفت الارتياح الكبير سواء كان للاعب كريستيانو رونالدو وتفاعل الجماهير الكبير جدا اللي حضر في ملعب مرسول بارك، بالإضافة إلى ارتياح عائلة الكابتن كريستيانو رونالدو عندما رددت جماهير النصر والحاضرة في الملعب اسم العائلة، وانت تعرف المشكلة اللي صارت مع الكابتن كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وعدم تقدير النادي الانجليزي لظروف اللاعب عندما توفي لا احد اطفاله في الفترة الماضية. يعني لذلك انا اشوف في ارتياح كبير جدا، حتى حديث اللاعب وحديثه مع الجمهور بالامس وارتجاله للكلمات كانت بسيطة لكن كانت بمعانيها كبيرة جدا على مستوى الجمهور وعلى مستوى جمهور النصر. اليوم كريستيانو رونالدو تحول الحلم الى حقيقه. صحيح. وجهه نظري الشخصيه ماني مستغرب في المستقبل القريب او المستقبل البعيد، لست مستغربا من حضور لاعبين بقيمه كريستيانو رونالدو، لكن بالنسبه لكريستيانو رونالدو ما في شك يعتبر حلم لكل الانديه مو فقط في المملكه العربيه السعوديه، حتى على مستوى اوروبا. ولا تنسى اخوي احمد انه حتى اللاعب صرح في المؤتمر الصحفي بالامس وذكر بانه تلقى العديد من العروض من استراليا، من افريقيا، من البرازيل، من امريكا الجنوبيه، لكنه اختار العرض النصراوي بقناعه تامه جدا لانه يريد ان ينقل صوره وتجربه جديده له في قاره اسيا، على اعتبار ما حقق طيله مشواره في ال 20 سنه الماضيه من الكثير من الالقاب الفرديه والجماعيه مع الانديه اللي شارك فيها، ولذلك هو يامل في تحطيم الارقام على مستوى قاره اسيا ومساعدة نادي النصر على وجه التحديد في العودة مجددا لتحقيق البطولات المحلية أو حتى على مستوى آسيا. مبروك على النصراوية، احنا في مصر هنا بنقول عليها ضربة معلم، ألف مبروك على نادي النصر وألف مبروك على الكرة السعودية. وعلى فكرة أخوي أحمد، يعني حتى أكون صريح وصادق، النصر ما هو غريب عليه، النصر تحديدا ليس بغريب عليه التعاقد وإحضار اللاعبين النجوم. أنا شخصيا أتذكر مثلا حمادي العرقبي تونسي، كيتينهو البرازيلي، ستوكشوف البرتغالي،
خوليو سيزار دوريفي جنيلسون البرازيلي احمد موسى النيجيري حسام غالي من مصر اعتقد واحد من اهم النجوم اللي لبسوا تي شيرت النادي النصر اكيد طبعا اكيد الكابتن حسام غالي كابتن حسني عبد الرب كل هؤلاء اللاعبين كانوا قيمه كبيره جدا حضروا من انديه كبيره جدا على مستوى العالم صحيح وايضا اصبح لهم يعني اسم كبير جدا ولا يزال على فكره جمهور النصر يتذكر هؤلاء الاسماء يعني بخير بمناسبه نجوم النصر خليني اسالك بعد الاعلان عن صفقه كريستيانو رونالدو هل سيرحل فينسنت ابو بكر ومشاريبوف عن صفوف النصر السعودي؟ الحقيقه احنا في الدوري السعودي اخوي احمد انه قائمه اللاعبين الاجانب لابد ان تكون تمائل المسجل لكل فريق طبيعي ان النصر سيتنازع عن احد اللاعبين اما ابو بكر انا في وجهه نظري الشخصيه كلاعب كمنتخب هو لاعب كبير جدا وقائد منتخب الكاميرون لكن بكل امانه لم يظهر حتى الان بالمستوى الفني المعروف عنه لكن حتى هذه اللحظه لم يتحدث غير واضحه اي وان كان انا وجهه نظري الشخصيه انه اللاعب الاوزبكي جلال الدين مشاريبوف هو اقرب الاسماء التي سترحل في فتره الميركاتو الشتوي من نادي النصر. مره ثانيه ببارك لك ببارك لاشقاء في نادي النصر ببارك للكره السعوديه على صفقة انتقال النجم العالمي كريستيانو رونالدو كده فاضل ميسي في الهلال نيمار في اتحاد جدة وهو واحد من أكبر الدوريات على مستوى العالم لأن الحقيقة ردود الأفعال المتابعة البروباغندا يعني أعتقد مكسب كبير جدا طبعا انتقال كريستيانو رونالدو للكرة السعودية ونفكر بقى يعني هل ممكن إن احنا نستفاد أنا عارف طبعا إن الأرقام والإمكانيات نتكلم في حتة تانية تعالوا نبص على أرقام كريستيانو رونالدو في أنت بتتكلم على لاعب عنده 38 سنة يعني ممكن قدامه موسم او موسمين لكن الاصداء المرتبطه بالصفقه اعتقد تعالوا نشوف ارقام كريستيانو رونالدو اللي هيتقاضاها في نادي النصر السعودي. يمكن هو ده الكلام اللي لازم نتكلم عنه 200 مليون سنويا. ماني ميكر كريستيانو رونالدو هاو ماتش سي ار 7 ويل ايرن انكلودينج كوميرشال ديلز طبعا هو الصفقه داخل فيها يعني تفاصيل ثانيه ليها علاقه بدعايه ليها علاقه ان يكون سفير لحاجه معينه ف دي الارقام اللي مع كريستيانو رونالدو احنا بنتكلم في راتب سنوي 200 مليون يورو في الشهر يعني 16 مليون و700 الف يورو نيجي بقى نحسبها باليوم ما بحبش انا احسب باليوم والثانيه والدقيقه بحس ان احنا بنخش بنحسد اللعيبه شويه لا احسب لكن في الساعه يعني خلينا نقول ان هو في الساعه كريستيانو رونالدو بيتقاضى 23 ألف يورو في الساعه الواحده في الدقيقه الواحده واقف عليه ب 380 يورو في الثانيه الواحده بياخد 6 يورو يعني وين وين سيتويشن للاثنين خلينا نتكلم انه بالنسبه لكريستيانو رونالدو هو تفضيل النصر وتفضيل يعني ممكن عقل براجماتي شويه يقول لك انا ال 200 مليون دول اروح اجيب بيهم خمس ست لعيبه سوبر دوبر يعني فاهم لما تجيب مثلا لعيب ب 40 ولا 50 مليون يورو انت هتجيب اكيد كواليتي ما حصلتش فالمنتاليتي هنا لا مش هدفها كوره بس المنتاليتي هنا هدفها بروباغندا وتسويق ودعايه ونقل نقله ثانيه خالص للفكره يعني الاحتراف السعوديه بالظبط يعني خلينا نتفق يا استاذ احمد ان يعني انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي هو مش انتقال لاعب زي ما قلنا قبل كده هو اسطوره رونالدو عمل تاريخ رونالدو طبعا. قدر يبقى واحد من ضمن اهم اثنين او ثلاث لاعبين في تاريخ كره القدم فانتقال رونالدو هينقل اهميه رونالدو ووجوده في هينقل التبعيه الاهتمام برونالدو هينتقل بالتبعيه للاهتمام بالنصر السعودي بالدوري السعودي بالكره في المنطقه العربيه زي ما حضرتك قلت فكل الناس اللي بتحب رونالدو بتتابع رونالدو هتهتم جدا ان هي تتابع اخباره تتابع مبارياته بالتالي النصر السعودي زي ما قال فاروق هيستفاد زي ما رونالدو هيستفاد رونالدو في المصنف ان هو من واحد اشطر رياضي او افضل رياضي في الماركتنج في 2022 رونالدو مجرد انتقاله بس كده بيرفع عائدات لاي نادي بيرفع عائدات بيع القمصان للنادي بيزيد عائدات البث بس بيزيد عقود الرعايه بس ما تقنعنيش برضو ان النصر هيكسب فلوس من ورا رونالدو دي يعني هي ممكن تقلل من قيمه الصفقه تمام ولا يا فاروق طبعا يعني ممكن تقلل من تكلفه الصفقه لكن في النهايه مفيش فريق هيجيب لعيب ب 200 مليون يورو هيكسب من ورا اللعيب ده 200 مليون بس هيحقق استفاده ما كانش هيحققها
الا بوجود كريستيانو رونالدو. لكن مكسب مادي لا 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 مش مكسب مادي زي ما قطر نظمت كاس العالم وحققت ارباح. هل الارباح دي تقارن بالمصاريف؟ لا طبعا. ولكن الاستفاده دي ما كانتش هتحققها قطر، او في حاله رونالدو هنا الاستفاده اللي هيحققها نادي النصر والصدى اللي هياخده نادي النصر ما كانش هيحصل وما كانش هيتحقق الا بوجود لاعب واسطوره زي كريستيانو رونالدو. فرونالدو لا، ده احنا شفنا امبارح لقطه طريفه جدا، الجمهور امبارح رونالدو بيلعب كره راسيه، فوليد عبد الله حارس النصر في التمرين بيصدها، الجمهور بقى يزوم على وليد عبد الله، مش عايزينه مش عايزينه يصد كمان بالظبط. فلا يعني الحاله اللي عاملها بصراحه مختلفه جدا جدا. اكبر دليل على كلامك احمد ان في امبارح في المؤتمر الصحفي العالم كله مستني كريستيانو رونالدو، وقلنا بقى نشوف الرعاه ونشوف المايكات ونشوف الازايز بتتحط، ما فيش ولا راعي في فالموضوع مش موضوع يعني مكسب مادي خالص خالص. هو الموضوع يعني هم من الدوري السعودي بقاله كام سنه عايز يتحط على الخريطه. حتى بنشوفه في لعبه فيفا موجود، الاساطير السنه دي حط سامي الجابر، حط سعيد العويران، فهم عايزين يتحطوا على الخريطه. طيب فرصه ذهبيه بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو ان الدوري السعودي يتحط على الخريطه. صحيح. لا هي فكره كمان انك انت تستثمر او تستفيد باستثمارك في نجوم من العيار الثقيل في انك انت تكبر مسابقه. يعني معانا لقطه صلاح، عايز اوريكم لقطه كده. صلاح سايب الدوري الايطالي بقاله قد ايه؟ خمس مواسم مثلا. الدوري الايطالي بيرجع مره تانية وبيروج للدوري انه صلاح في يوم من الايام كان بيلعب في روما. يعني 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 11 يوما ونعود الى جنه كره القدم. صوره مين دي؟ ده الدوري، صفحه الدوري الايطالي على تويتر، واخد تيشيرت صلاح، واخد تيشيرت صلاح جنه. فكره انك انت دايما تسوق للمسابقه والبطوله بتاعتك وتستفيد من وجود نجوم فيها على اعلى مستوى. وانا كدوله موجود فيها كريستيانو رونالدو، عايز اقول لك حاجه، جماهير الهلال مش هتسكت. طبعا جماهير الهلال هي جماهير معروفه. لا ده النصر فتح السقف. لا معروفه في السعوديه ان مش هتسكت. ودايما بيبقى في مناوشات ما بينه ان انت تجيب كريستيانو رونالدو، انا هروح اجيب ليونيل ميسي. ما انا بقول لك بقى فاضل ميسي في الهلال ونيمار في اتحاد جده، ونقعد ننتظر الخبر ده ان الهلال هيفاوض ليونيل ميسي وهيعرض عليه برده عرض خرافي للتواجد. والدوله اللي هيبقى فيها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ما اعتقدش ان في ملف ممكن يروح الفيفا ويترفض. انت موجود، العالم كله بيتفرج عليا، العالم كله شايف ان انا عندي كوره بتتحدى الكره الاوروبيه، انا عندي نجوم كانوا على أعلى كبار مستوى. على اعلى مستوى في اوروبا، وعندي حقيقه منتخبات كمان لعبت في كاس العالم. يعني خليني ده ياخدني لنقطه مهمه جدا كنت عايز اسالكم عليها. النهارده الكاس العالم اللي جاي، احنا خلصنا مخلصين كاس العالم منتخبات، رايحين لكاس عالم انديه. كاس عالم منتخبات، السعوديه قدمت منتخب كوره شرف الكره العربيه وقدم صوره محترمه جدا عن بلد ما فيهاش ولا لاعب محترف في الخارج، لكنها هي الفريق الوحيد اللي كسب حمل اللقب. كسب الارجنتين، تونس كسبت فرنسا، المغرب كسبت وكسبت 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 لغايه لما وصلت قبل النهائي. انا عندي في كاس العالم اللي جاي بتهيألي ده ليه تاثير بشكل كبير. انت عندك ثلاث فرق عربيه بتشارك في كاس العالم، الهلال السعودي، الاهلي، الوداد المغربي، والاهلي المصري. شايف ده تأثيره ازاي؟ يغير ازاي في المعادلة فاروق في نسخة كأس العالم اللي جاي؟ طبعا هيغير كتير. اعتقد ان الكورة الافريقية والكورة الاسيوية خلاص اتحطت على الخريطة، حتى مش منتخب السعودية بس، منتخب استراليا كمان حقق نتائج ايجابية. ودايما الفرق اللي هتبقى موجودة العربية والافريقية، خصوصا ان حاليا الفرق الاوروبية بقت خلاص الكورة زي ما قلنا الفنيات بقت كلها متخاربة. يعني الفروقات الفردية اللي كانت موجودة زمان ما بقتش موجودة، لان المدربين دلوقتي خلاص بيدرسوا وبيعرفوا الثقافات. بنشوف ميكيل أرتيتا بيعمل مقابلة أيوة مع الركراكي، بس ما كانش فيه فكرة إنه ممكن. يعني أنا عايز بقول لحضرتك على حق، الكرة الأفريقية أثبتت من زمان، يعني من روجي ميلا ولعيبة أساطير كتير جدا عملوا أسماء وعملوا رونق للكرة الأفريقية. ولكن الكرة العربية في الفترة الحالية مع المستوى الكبير اللي بيقدمه منتخب المغرب، مع وجود محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والتألق الكبير جدا اللي بيقدمه محمد صلاح، وبيعيش أزهى فتراته في أكبر مسابقة دوري في العالم، زي ما حضرتك قلت كده قدوم رونالدو للمنطقة العربية، كل ده هيحول الاهتمام للكرة العربية وللاعب العربي، يديله شكل جديد، يخلي اهتمام العالم كله يغير نظرته للاعب العربي. احنا شفنا نظرة العالم للاعب الأفريقي ديدييه دروجبا، صامويل إيتو، لعبوا في أعلى المستويات وحققوا أكبر الإنجازات، وقدروا كمان يتحصلوا على لقب أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية وجورج ويا وكل طبعا. كل الكلام دوت. ولكن اللاعب العربي الفترة دي لازم يستفاد، لازم النفع يعود على المنطقة العربية كلها. احنا في مصر هنا مرشحين على فكرة ان احنا نادي الاتحاد السكندري في البطولة العربية، وارد جدا ان هو يقابل النصر السعودي، وارد ان كريستيانو رونالدو يجي مصر
ويشوف هل احنا هنبقى هل احنا هنواكب الحدث ونقدر نستفاد هنا ككره مصريه ككره عربيه من الطفره اللي بتعيشها الكره العربيه والمنتخبات العربيه والانديه العربيه. هل احنا هنقدر نستفاد من الطفره دي ونواكب الحدث ونبقى عند يعني حسن الظن؟ انت بتتكلم على المدى البعيد، لكن انا بتكلم شويه في فكره المدى القريب. احنا كمان 3 أسابيع هنكون بنجهز ل مشوار الانديه العربيه في كاس العالم، بيلعب معاك ريال مدريد، بيلعب معاك فلامينجو اعتقد من كوبا ليبرتادوريس. دايما كان في فكره انه البطوله دي يا اما امريكا الجنوبيه يا اما اوروبا. تمام. النهارده المغرب كسب منتخبات زي اسبانيا زي البرتغال، السعوديه كسبت منتخب الارجنتين بمنتهى يعني ما كانش في معاناه، بالعكس كان في الند للند. الحاجز النفسي اتكسر خلاص. الحاجز النفسي اتكسر، ازاي ده؟ النهارده بنشوف كريستيانو رونالدو رايح يلعب في نادي سعودي، ده بقى خبر عادي يعني، بقى حاجه عاديه كده ما بنتكلم عليها في برنامج على الهواء. فازاي ده ياثر على مشاركه المنتخبات العربيه؟ يهمني الاهلي طبعا، لكن معنا الوداد المغربي ومعنا الهلال السعودي، ازاي ده ياثر على مشاركه المنتخب الانديه دي في بطوله كاس العالم للانديه؟ الاهم ان انت تصدق نفسك يعني. انت لو صدقت نفسك، المنتخب المغربي حقق الانجاز ده عشان وليد الرضاف صدق نفسه وقال للعيبه انتوا قادرين تحققوا اي انجاز انتوا عايزينه، عايزين تاخدوا البطوله هتقدروا تحققوا وتاخدوا البطوله. فلازم تصدق نفسك، واعتقد حاليا زي ما انت قلت يا احمد ان الفروقات قلت كتير جدا ما بين المنتخبات والفرق العربيه والفرق الاوروبيه. حتى النادي الاهلي كان قريب جدا ضد بالميراس ان هو يعدي بالميراس، وقدر يتفوق قبل كده على بالميراس اللي هو الفريق اللي جاي من امريكا الجنوبيه بالظبط. فحاليا ما بقاش فيه فروقات كتيرة، واعتقد ان البطوله اللي جايه دي بالتحديد ممكن نشوف فيها، مش هنقول بقى مفاجاه عربيه، لا هنشوف فيها انجاز عربي. وسواء الثلاث الفرق نتمنى النادي الاهلي هو يكون صاحب الانجاز ده، لكن حتى نادي الوداد بيلعب دلوقتي بفكر اعتقد فكر منظم جدا وعلى ارضه البطوله على ارضه. ونادي الهلال لو قارنا النجوم الموجوده في فلامينجو، النجوم اللي جايه من اوروبا والنجوم الموجوده في نادي الهلال، هنلاقي النادي الهلال موجود فيه اسماء ونجوم اكبر من فلامينجو. فاحنا بنتكلم ان الفرق العربيه لا جاهزه ان هي تحقق انجاز، وليه لا نشوفها في المباراه النهائيه للبطوله. صحيح. اروح معاكم الاخبار عشان ما ننساهمش كده ويبقوا كده يعني بيتسلسبوا مننا واحد ورا واحد. احنا وعدين الناس ان احنا نبدا من دلوقتي نتابع الانديه اللي هتكون موجوده مع الاهلي في دور المجموعات ونعرف اخبارهم. تمام. اسبوع باسبوع نبتدي معاكم كده باخبار سان داونز والقطن الكاميروني والهلال السوداني. تمام. يعني يمكن زي ما قلنا قبل كده استاذ احمد ان النادي الاهلي وقع في مجموعه تعتبر هي الاصعب في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي بتضم مجموعته ماميلودي سان داونز، طبعا ده بقى مكرر علينا. ماميلودي سان داونز اللي ظهر على الشاشه وبلال بيكلم حضراتكم، ده هو فارق ماميلودي في الصداره يعني ترتيب الفريق 27 نقطه، ترتيب الدوري الجنوب افريقي فارق 7 نقط ما بينه وبين اقرب سان داونز 5 ماتشات، هو الوحيد العلامه الكامله، هو الوحيد اللي فاز في اخر 5 مباريات. يعني سان داونز القرعه دايما بتحطه او بتحطنا بقى في سكه سان داونز، والمواجهات طبعا مع سان داونز لا تنتهي. يعني متصدر الدوري بيقدم مستوى كبير جدا. المدير الفني لسان داونز خرج وقال ان بعد القرعه طبعا ان هو ما بيحبش يجي القاهره لان مباريات النادي الاهلي دايما بتبقى مباريات معقده ومباريات صعبه. طبعا دي تصريحات بقى على طريق بيتسو موسيماني وقت توليه هم شاطرين في الحته دي سان داونز. كمان الفريق الثاني معانا في المجموعه فريق الهلال السوداني. خلينا نقول بس قبل ما ننقل على الهلال، سان داونز لعب لغايه دلوقتي في الدوري جنوب افريقيا 14 مباراه كسب 11 اتعادل واحده وخسر مباراتين. اخر 5 مباريات العلامه الكامله بالزبط. فوز بالنسبه لسان داونز وهو في صداره جدول الترتيب. نروح للدوري السوداني فاروق. يمكن الهلال في الصداره متفوق على المريخ، واحنا عايز اتكلم ان كل لو لاحظنا ان كل الانديه اللي في المجموعه متصدره، وده دليل زي ما قال بلال على قوه المجموعه. حتى النادي القطن الكاميروني هنجيله في الترتيب. فاحنا بنشوف ان نادي الهلال يعني ماشي بخطه ثابته، هزيمه واحده في الدوري السوداني. هو دايما يمكن الانديه السودانيه ومواجهتها مع الانديه المصريه بيبقى عندهم شويه محاوله لاثبات الذات ضد الفرق المصريه، ودايما مقابلات النادي الاهلي مع المريخ دربيات بتكون مباراه مش سهله خالص. صحيح. حتى لو الهلال والمريخ ممكن يخسروا من فرق تانية بسهوله، لكن ضد النادي الاهلي بيحاولوا يثبتوا نفسهم بشكل كبير. فمواجهه الهلال دايما هتبقى مواجهه مش سهله على بس اخر 5 ماتشات على العكس من سان داونز عنده تعادلين مكسبين وخساره واحده بالظبط. الهلال السوداني بيتولى تدريب الهلال السوداني فلوران انجبي المدير الفني اللي قدر يفوز بالكونفدراليه مع نهضه بركان. المدير الفني
الشهير لفيتا كلوب الكونغولي، مدير فني متمرس جدا في البطولات الافريقيه وبيتقاضى على فكره مبلغ كبير جدا، بيتقاضى راتب 60,000 دولار، ده راتب مش قليل، ودعم صفوفه في بدايه السيزون بصفقات كويسه جدا. مباراتنا مع الهلال خاصه في السودان مش هتبقى مباراه سهله تماما يعني. ربنا يطمنك ان شاء الله. لا احنا لازم، احنا على فكره هو انت يعني بدايه الطريق للفوز او تحقيق اللقب دايما بتاتي من احترام المنافس. بص انا ما بقلقش من دور المجموعات، يعني دور المجموعات دايما ببقى الى حد كبير جدا، خصوصا ان بيبقى في فرصه لا قدر الله لو حصل مطب تعوض، انك تعوض. انا دايما حساباتي تبدا من بعد في النوك اوت، يعني في الادوار الاقصائيه دي بتبقى المشكله بتبقى صعبه جدا بالنسبه لي. كوتون سبور الكاميروني، نادي القطن، وذكريات جروال العظيمه للنادي الاهلي وتحقيق البطوله الشهيره. طبعا كوتون لو فاز هو لعب اقل من الفرق المتصدره وعنده 16 نقطه وتسع مباريات، لو لعب 10 مباريات زي الفرق الثانيه هيكون في الصداره، وزي ما قلنا ان الاربع فرق في صداره الدوري، وده دليل حتى كوتون سبورت بس يعني كوتون سبورت لعب مباراه اقل ما هو لو كسب هيبقى متصدر، بس نتائجه الاخيره نبص كده في 3 تعادلات وخساره وفي مكسب وحيد، يعني الهلال وكوتون سبورت لو قلنا الفورم بتاعهم مش احسن محليا، الكيرف بتاعهم مش بدايه أحسن الموسم حاجة. كانت جيده لكن حاليا الفتره الاخيره الكيرف بتاعهم متراجع. لكن دايما بطوله دوري ابطال افريقيا ليها حسابات مختلفه طبعا والاداء بيكون مختلف تماما عن المباريات المحليه. صحيح. طيب من الحاجات اللي احنا مجهزينها النهارده، واحنا هنرجع طبعا عندنا ماتشات لسه، بلال وفاروق بيقولوا لي بكره في معركه واجهه ناريه تشيلسي والسيتي، ماتش صعب جدا. بس خلينا ناخد قائمه الاكثر اهدارا، لانه القائمه دي تخص نجمنا محمد صلاح في الدوري الانجليزي طبعا. دول يعني ياتي في الصداره طبعا داروين نونيز، يعني واحد من ضمن اكثر اللاعبين اللي اتخدعت فيهم الادارات الانديه طبعا. داروين نونيز قادم لليفربول من الدوري البرتغالي، كان متوقع ومحطوط عليه امال كبيره جدا انه يقود هجوم ليفربول، ولكن للاسف بياتي في صداره اللاعبين اللي اهدروا فرص 15 فرصه. ياتي بعديه للاسف طبعا في المركز الثالث محمد صلاح، وتراجع للمعدل التهديف لصلاح على غير العاده في البريمير ليج، 12 فرصه اهدرها محمد صلاح، وده يمكن يفسر الحاله اللي عليها ليفربول في السيزون الحالي طبعا، وتراجع ليفربول وتراجع نتائجه من مستوى المهاجمين. عارف اللعيبه بس 27 فرصه، عارف يا بلال 15 فرصه اللي مضيعهم داروين نونيز، لو رجعنا لهم هتلاقي منهم 7-8 لو بصل صلاح كانت جول. لكن هو دايما داروين نونيز بيفكر ان هو يسجل، وعنده مشكله في التهديف. شفنا قله التركيز، انا عندي مشكله معاه لانه هو اساسيات كره القدم مش موجوده، بشوفها مش موجوده فيه لان هو لسه لحد دلوقتي بيجري على كعبه، يعني هو ما حدش مدرب جه قال له امشي على مشط رجلك او اجري على مشط رجلك، عنده سيات كده مش موجوده في المهاجم، بيضيع كتير جدا، تركيزه قليل، يمكن هو متحرك ومهاجم قوي لكن عنده مشاكل لازم تتحل. هو شكله كده كان يديك في الاول على ابراهيموفيتش فاهم، يعني يقول ده اللعيب ده ممكن يبقى ابراهيموفيتش. وكمان هو مشكله ليفربول كمان ان هو بيواجه مشكله صعبه جدا، ان هالاند في بدايه الموسم السيتي جاب هالاند وهم جابوا داروين، وكانوا بمعيار بقى هالاند بقى معيار، هالاند بقى ركب القطر وضغط خد بالك على نونيز عنيف برضه، انك وبعدين كمان هو حصل والاضواء مسلطه عليك جنب ايرلينج هالاند، فايرلينج هالاند طب تعالوا نشوف بقى ايرلينج هالاند كده، وان مان ارمي، رجل بجيش منفرد. نتكلم طبعا ان اللي بيجيب 21 جول في نهايه السيزون كانوا بيحاربوا عشان يوصلوا لفوق البلس 20 جول، دلوقتي ايرلينج هالاند جايبها في الجوله 19. صحيح. قبل الجوله 19 لا وايرلينج هالاند لوحده متفوق على ارقامه، بتتخطى انديه هجوم كامله يعني انديه منها نادي تشيلسي، نادي تشيلسي نادي فريق كبير زي تشيلسي، بورنموث، استون فيلا، كريستال بالاس، يعني انديه ايفرتون، لا ده ناديين مجتمعين، يعني اخر ناديين في القائمه مجتمعين باهداف 10 و11 21 هدف يعني سجلهم هالاند لا هو هالاند ومبابي القوتين الضاربتين في عالم كره القدم بقى في السنوات اللي جايه، يعني هالاند خاصه في دوري اقوى دوري في العالم ويعمل الارقام دي في اول سنه لعب، لا بصراحه حاجه فاقت كل التوقعات. صحيح. ولسه اهم واقوى صفقه السنه دي في الدوري. انا عايز اسالك على مبابي في كاس العالم، ايه رايك فيه؟ لان انا دايما ما بيني وما بينك على مبابي انت شايفه، انا تعاطفت معاه جدا، والحقيقه يمكن كنت شايف انه منتخب فرنسا جدير ان هو ياخد اللقب السنه دي من الارجنتين. صح. يعني عارف انه حاله التفاعل مع ميسي كانت كبيره جدا، لكن كوره
فرنسا كانت اقوى بكتير جدا من الارجنتين. شاب بلال هيعديها لي ولا لا؟ انا غيره. انا طبعا مش متفق عشان حاجه، على ان مبابي لسه 24 سنه وياخد 2 كاس عالم، وميسي يعني كتاب كره القدم يفنش من غير كاس عالم، هيبقى الموضوع صعب جدا. فاروق عصام بلال محسن، نورتونا وشرفتونا في السادسه. الاسبوع اللي جاي نفتح باب الميركاتو، عندنا تفاصيل كده بس مش للاسف وقتنا خلص، لكن ان شاء الله نناقشها ونفتح باب الميركاتو ونتابع طبعا الكره العالميه بداية من الأسبوع اللي جاي في السادسة. بشكركم على وجودكم معنا ونورتونا وشرفتونا. الحلقة تكون عجبت السادة المشاهدين، وحشتونا، وبشكر حضراتكم على المتابعة، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل على كل خير في السادسة، وإن شاء الله نحتفل بفوز الأهلي على إنبي بكرة واستمرار مشوار الفوز والنجاح. شكرا لحضراتكم.